سيدتي أوانسي سادتي، في هذا اليوم 6 سبتمبر 7 سبتمبر عفوا، انطلقنا إلى بحيرة سانشار، وهي نهاية نهر سانشار ليوصل يعني يحاذي مدينة كوبيك كاملة. لكن نهاية النهر اللي هو يبعد شوية عن المنطقة اللي نسكن فيها احنا، يعني نهاية النهر هذايا هناك في الخلا كبير اللي قاعدين نشوفها توا، فهمتني؟ ونلقوا بارك، سمو بارك، نلقوا إنساني موجود مسؤول على المكان هذايا ويكري لك الكياك هذي اللي احنا فيها توا، هي توا قدامنا. وانا عادل همني طب يعطيك المجداف ويعطيك ال ويعطيك ال الكياك اللي فوكا، ووقت ساعة مزمان لك او عمك عدولة توا قاعد يحضر لنا في قصيدة على هذه البحيرة الجميلة جدا والمحيطة بالجبال والأشجار، وهناك بيوت خاصة كذلك تطل مباشرة على هذه اللاك، ومثل بقية البحيرات الثانية يعني الناس ينتهزون هذه الفرصة ليكون لهم مقر هناك على البحيرة، بحيرة جميلة وكبيرة جدا، وهي نهاية كما قلت نهر سان شارل. شكرا جزيلا. طب شو نصور روحي باش نقلب ال باش نقلب ال الفيديو، فهمتي؟ داير سير بالأشجار، وتشوفوا قدامكم في الديار ها وين أمني. هذه نهاية النهر، أنا ما نسألت سؤال وين نهاية النهر، كيف وين الينابيع متاعها؟ الينابيع متاعها طبعا في وقت الشتاء معناها ينزل الثلج، وهذا الثلج يعني يبقى مستقرا يعني مدة شهور إلى أن يأتي شهر يعني بداية من مارس وأبريل يبدأ الثلج في ذوبان. بالطبع هذا سيزيد من نسبة كمية الماء الموجودة في جميع الأودية والبحيرات، فمدينة يعني كندا بصورة عامة وكيبيك بصورة خاصة يعني مشهورة بالماء، يعني هي كأن استهلاك الماء للمواطنين هو مجانا، يعني دليل كثرة ينابيع الماء الموجودة في هذا البلد الجميل جدا، والبلد الهادي البلدي، يعني وكأنك في كوبيك تسكن في عرش في غابة كبيرة ولا فوري كبيرة، وبعدين وجو وسط الفوري وعملوا فيها طرقات وعملوا فيها ديار، وهذه هي كوبيك بالضبط، مدينة حالمة جدا، وخاصة المدينة العتيقة القديمة مدينة كوبيك سنتر، يعني مدينة جميلة جميلة جدا بشكل رهيب، وفيها رونق يعني انسيابي، يعني يوحي بالحلم ويوحي بالسعادة وبالهناء إلى آخره. يا عادل هربت علي برشا، يا عادل هربت علي برشا. شوف شنو الحكاية، يعني شاد الفيديو. هاي يدور اخوي يدور، ها افصح علينا عاد،
يعد لك بساعة، يعد يعد بساعة لين يعد ونمشي. هاي المي الهواء يدز فينا الغادي. هاي بيد واحدة نسوقها. الله بيد واحد. على الأقل أخوي مبينو ريح. هاي والله يبيد وحدك شوف فيها. جيبها تراح، جيبها يا لنقر. ليش المو خاطر راك خلاك. الله يقرب يجيبوه. ستر. برافو، انا جبت بيت واحدة والله. سيبيان سيبيان. ريز يا خويا. اي اي دشت. عمك عدولة واحدة غادي.